تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الناس اللي صورت البنات اللي كانوا بيلعبوا لعبة السكونز في الحرم. والله العظيم الحرم المكي بالضبط في الحرم المكي في الحرم المكي الشريف. وطبعا تم استدعاء القسم النسائي التابع لإدارة الإرشاد والتوجيه لمباشرة الحالة. طبعا أكدت إدارة الساحات في المسجد أنها تعكف من خلال مراقبيها على القضاء على الظواهر السلبية التي تشوه قدسية الحرم المكي الشريف، داعيا زوار وقاصدي المسجد الحرام إلى ضرورة احترام المكان وقدسيته. طبعا لكل يعني هم مقام مقال فقط لا غير. هذه الكلمة اللي أنا أقدر أقولها. مزعجة الصورة جدا، شفتها مزعجة جدا. أنا أكثر تعليق ضحكنا على الصورة دي على الخبر ده شفته أمس في السوشيال ميديا، واحد كاتب يا أخي حتى كفار قريش ما سووها. شفتي؟ حتى كفار قريش ما سووها. لا شوفي، هي الفكره انه خلاص انت جايه الحرم العبيها في البيت، جايبتها ومتعنيه وجايه، ترى ما انت لها حديقه يعني، معلش. هو ده هو صح. الحرم حلو انه مع زميلاتك او صديقاتك تتجمعوا تصلوا مع بعض تقروا مع بعض، ما في مشكله يعني انكم تجلسوا مع بعض، ولكن مش كده، مش تلعبي، لا وتجيبي جيم وتلعبي في ساحه الحرم، ويا ريت جيم خفيفه يا غير. ايوه يبغى لها ترى 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 خشبه يعني تشيليها كده. لا لا هي بورد بس تعرفي ايش الفكره عبيد، ترى تجلسي يعني في ناس تسحب معاهم، يعني احنا لما نلعبها مثلا في العيله مع بعض ممكن يسحب معاهم الموضوع ساعتين. ايه تسهر انت متخيله يعني؟ بس حلوه اللعبه يعني. انا على طول اروح الحرم دحين هذه الايام وازور يعني كده، ولا اصلي الفجر في الحرم. الله يهدي الجميع يعني. اي والله عموما الله يهديهم. بس الشيء الحلو انه كمان اداره الحرم استدعوا قسم التوجيه والارشاد واعطوهم نصائح، وانه هذا المكان لازم نحترم قدسيته، لازم نحترم المكان اللي احنا فيه. مزبوط. وكان ان شاء الله كانت رده فعلهم كويسه ان شاء الله. عموما مشاهدينا احنا راح نطلع فاصل ونرجع ثاني.